مع فتاة وكنت حابو أنا وياها في رمضان وهذه، يعني هالتناقضات ما ندرقوش الشمس بالغربة، كل شيء واضح، ما كاين ما يتخبى أكثر، يعني نعم ما عندنا فين نتخبى من الله سبحانه وتعالى، كل شيء باين. اشتغلت مع ملاحدة زعما عندهم أفكار باغين يحرروا العقول ديال المغاربة، وباغين يبينوا لهم شي حوايج في المسرح، حكوا على الشيوخ أصحاب الزلات، يبحثون عن أصحاب الزلات. بعد اعتزاله عالم الفن، هاشم البسطاوي يثير ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. تداولت الصفحات المختصة بأخبار الفن والمشاهير على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام أحدث ظهور للفنان المعتزل هاشم البسطاوي رفقة شقيقه الفنان أسامة البسطاوي خلال احتفالهما بعيد الفطر. وشارك أسامة البسطاوي مع متابعيه على صفحته الشخصية بالانستغرام صورة توثق أول ظهور لشقيقه المعتزل هاشم، وكتب أسامة على الصورة: عيدكم مبارك. وسبق أن قرر هاشم البسطاوي الاعتزال والابتعاد عن الفن بدون إعطاء أي تفسير للجمهور المغربي، الذي أرجح أن سبب اعتزال هاشم راجع لكونه مريضا، ليرد عليهم مؤخرا في بث مباشر بأنه ابتعد عن الفن لأنه حرام، وبأن أساتذة المسرح جميعهم ملحدين. وقال: أغلب المنتجين والمخرجين ملحدين وعلمانيين المغاربة، إنكم تشاهدون مسلسلات من إخراج وإنتاج أناس ملحدين، يعني لا يعرفون شيئا اسمه الدين أو الأعراف أو الحشمة. تما وفي رمضان ممثل مع فتاة وكنت حابو أنا وياها في رمضان وهذه، يعني هالتناقضات ما ندرقوش الشمس بالغربال، يعني كل شيء واضح، ما كاين ما يتخبى أكثر، يعني نعم فين نتخبى من الله سبحانه وتعالى، وكل شيء باين. اشتغلت مع ملاحدة زعما عندهم أفكار باغين يحرروا العقول ديال المغاربة، باغين يبينوا لهم شي حوايج في المسرح، ويضحكوا على الشيوخ أصحاب الزلات، يبحثون عن أصحاب الزلات وكيضحكوا عليهم. خاصك تشوف الكواليس ديال المسرح كيفاش كيكون، يعني هادشي بلا ما نبقى نهضر، راه كيعرفونا زعما، راه كيعرفوا الناس هادشي. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.